حنعرف مانج لا قباني. سعد صباحك مدام. صباحك خيرات. صباح الفوشيا يا مدام. شفتي فوشيا اليوم. يسعد اوقاتكم وتضلوا دائما بخير ودائما ايامكم سعيده. طبعا اليوم 9 تموز يعني 9 7 8 للجميع بالخير. اليوم في تغييرات بكواكبنا لانه المريخ دخل الى برج العذراء. المريخ كان في برج الاسد عامل بعض المضايقات لمولود برج العقرب، مولود الدلو، مولود برج الثور على الصعيد الصحي. هلا الامور بلشت احسن لهالابراج، يمكن عامله جزء من تعب للجوزاء، القوس، الحوت، شوي الامور صحيا لازم ينتبهوا خلال الشهر القادم. اما الزهره فما زال متقدما في برج الاسد، ما زال عطارد متقدما في برج السرطان. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، لليوم القمر ببرجه عم بيخلي عنده مصالحات او قصه العلاقه بسفر او قصه العلاقه بالعواطف، خاصه بوجود الزهره 3-4 شهور رح تضلها ببرج صديقك الاسد، ممكن يخليك تفرح باعتذارات او لمه شمل او ممكن بارك لك بقصه مهمه او عم تنشغل بامور من تحب. هاي الايام الامور جيده لعزيزنا مولود برج الحمل. برج الثور هو اللي اليوم متعب متعب، هل كان نفسه يرتاح يرتاح، نفسه ينام، ما بعرف اذا كان عنده ضجه وعجقه بالايام السابقه او لا، قصص هيك العلاقه بنائز من شيء، متضايق من شيء، بس غالبا نفسه ينام، نفسه يهدى، نفسه يسمع هيك هدوء، موسيقى كلاسيك مثلا، شيء شغله هيك هادئه، يقعد لحاله يرجع يفكر، يقيس اموره، يجيبها يمين يجيبها شمال، يعني يفكر باموره على كل الاحوال بمفرده، وثقته بالناس كانه في شوي مهزوزه هاي الايام، كانه هيك كان بوسط ضجه وعجقه، هلا من المناسب هيك يقعد ويرتب اموره، يعيد هيكليه حياته. بالغالب هو خالي من الحماس اليوم مولود برج الثور. مولود الجوزاء يوم اجتماعي بامتياز، نجم ساطع اليوم، عم تلتقي بناس انت بتحبهم، تواصل، علاقات، قصص العلاقه بخبر ممكن يكون مفرح، دعوه، دعم، تأييد، يعني هاي الايام ايام فيها امور اجتماعيه واعده ومسليه والمحيط يقدر ما تقوم به. مولود برج السرطان انت اللي مو كثير مرتاح، يعني قراراتك شوي متسرعه، اليوم انا بقول حاول تكون اهدأ لانه غالبا انت منحرف المزاج او شوي عصبي او الاخرين عم يفرضوا عليك شروطهم، انتبه لكلامك، لا تطلق احكام متسرعه لانه غالبا انت حساس من اي كلمه تقال، يعني بدها الحكايه شويه هدوء لتحذر الصدمات. الاسد لا، الامور له ايجابيه، اليوم قادر يوصل للي بده اياه، خاصه انه تطلعاتك طموحه، عم ترتب امورك كما يجب دون اي صعوبات، دون اي عراقيل. اليوم قد اكثر ثقه بنفسك، عم تتعامل مع الناس حواليك بطريقه جيده، والحقيقه في حوافز هيك مشجعه لمولود برج الاسد اليوم، خاصه لتقوم بدور فعال بمحيطك. مولود برج العذراء اليوم عم تغفر الاخطاء والعثرات، يوم انت اكثر هدوء، اكثر دبلوماسيه، عم تخضع لبعض الناس اللي انت بتحبهم، عم ترتب امورك، اليوم جيد في التصرف، هادئ، عم يمشي خطوات نحو نيل ما يتمنى، يعني احد الايام الايجابيه اللي فيها علاقات عامه ربما تسعدك. مولود الميزان الحقيقه تاخير، تاجيل، توتر محتمل او نوع من انواع هيك الحياديه اللي محتاجها اليوم مولود برج الميزان. ما بعرف مستاء على الغالب او عم بيصعد خلافات او في قصه صغيره مضايقته، اميل اليوم للنزق والعصبيه. مع العلم انه ما في شيء سيء، حط ببالك انه ما في شيء سيء، بس انت اليوم شوي معصب مما ممكن يعرضك للشجارات. مولود برج العقرب انت من الاشخاص المسؤولين، والحياه العمل عم ياخذ حيز كبير من اهتمامك اليوم، عم ياخذ كل وقتك اليوم. يوم حاول انك تخلص شغلك الاضافي، خاصه اليوم في اظن مسؤوليات اضافيه، الكل محتاج لك، يعتمد عليك، تاتي الى عملك باكرا، واليوم الحقيقه يعني في قصص العلاقه بشويه هيك تجارب صعبه بالعمل ربما تخوضها، نوع من انواع الاعطال، نوع من انواع هيك التاجيل، يعني امور العلاقه بالعمل على الغالب.
الفلك إلى صفك اليوم مولود برج القوس، إحدى المشكلات يمكن بلشت تنحل أو عم بيقل الضجيج أو مؤثر بالتفاوض أو عم تسمع جيداً، في خطوات إيجابية، علاقات يعني عم توضح أمورك، عم تشرح وجهة نظرك، والحياة عم تحاور الناس بشكل إيجابي. اليوم ما في مشاكل عند مولود برج القوس. الجدي هو اللي شوي قلقان، ما بعرف إذا في بعض الإزعاجات من ذكور على الغالب، بتعد عن الشجارات والشكوى مولود برج الجدي، وبتعد عن الأفكار السلبية لأنه اليوم في نوع من أنواع التعب، يمكن الفترة باردة شوي من العواطف، يمكن في مبالغة أو خطأ بالأحكام، ويمكن عم يصعب عليك إنك تسيطر على نفسك. الدلو اليوم عنده حركة، نشاط، علاقات عاطفية عائلية، أشخاص إيجابيين غالباً عم تفرح لإنجاز ما لألك أو لمن حولك، يمكن اتفاقيات جديدة، يمكن هيك تقدير لجهودك، حتى القصص العقارية ممكن تكون إيجابية وجيدة بالنسبة لألك بهاي الأيام. مولود برج الحوت اليوم عم تهتم بممتلكاتك الخاصة، يعني عم تطلب سلفة، تمويل، عم ترتب، عم تنظم. أنا بشوف اليوم في عندك إيجابيات، لكن حاول تحذر الكرم الزائد لأنه غالباً في مصاريف كتيرة، مشغول وأنت كمان اليوم بالصرف، عم بتعاني من نوع من أنواع المضايقات المالية. مولود اليوم مولود 9، كل عام وأنتم بخير، يجعل أيامكم سعيدة. متردد، مرتبك، غير متكلف أو متصنع، شخص نظيف بيحاول ما يجرح حدا، شخص لطيف على كل الأحوال، يتوق إلى المثالية عموماً، حذر إلى درجة الوسوسة، إذا حكى بيكون كثير لبق، هادئ، رزين، من الأشخاص اللي عندهم حب وحنان ويحتاج دائماً من الآخرين للحب والحنان. سنة فيها لفت انتباه على الغالب، فيها حلم أنت عم تحلم فيه وممكن تحققه، عم تستفيد من حظوظك وعم عندك ترقية أو سفر أو انفتاح على بعض الأوضاع الإيجابية عموماً والجيدة واللي ممكن تحمل لك سعادة. بالتأكيد رسائلكم على 1845 من أي موبايل داخل سوريا. وبشار حاجي مبارك، سيد أوقاتك يا بشار. ما عرفت 10/6 ولا 6/10، بس أنا أتمنى أن تكون ميزان، لأنه الأمور للميزان خلال 3-4 شهور تأخذ العائل وحاملة نوع من أنواع التغييرات الإيجابية، فالله يقدم لك الفير خير. يارا بنت كنانة، يعني هالشهرين لانه الأريح مالياً ولا كتير الأريح على المستوى العاطفي، فما تطلعي بخسارات يارا بهي الفترات، لأنه في شيء ما كتير الأريح بالنسبة لك. أريج بنت صفاء، يسعد أوقاتك يا أريج. والله شوي مكركبة، ما كتير مرتاحة. أنا بعتبر هالشهرين فيه نوع من أنواع التعب العاطفي، يعني بدك تنتبهي على عائلتك، على أهلك، ما بعرف يمكن يكون في بشاير بسفر أريج، فالله يقدم لك فيه الخير. موسى عم بيسألني مع ضحى، يسعد أوقاتك. ما عرفت شو العلاقة موسى، يعني لأنه 2004 و98، فيعني في شيء بهذه العلاقة، شو هي ما عرفت. على كل إن هي العلاقة بالمجمل، قصدي المواليد كمان أنت بعتها غلط. وهيبة عم تسألني مع برهان، يسعد أوقاتكم. يعني علاقة ضمن إطار الجيد يا وهيبة، بس أنا ما بعرف، بحس إنه الأمور ما كتير تمام، على الأقل بالشهرين اللي جايين في شيء مانو كتير يعتبر الأريح بالنسبة للكور، خاصة على الصعيد العاطفي. إذا زوجين وارد نوع من أنواع التغيير العقاري. وهيبة عبد الحميد سلوم، يسعد أوقاتك يا عبد الحميد. والله الأمور لألك جيدة جدا، إحدى الأعوام الأفضل اللي ممكن تكون حاملة نوع من أنواع التغييرات، طبعا التغييرات الإيجابية اللي ممكن تفرحك أو يكون فيها شيء مختلف. إن شاء الله الله يقدم لك فيه الخير يا رب العالمين. أنا بعتبر الأمور رايحة باتجاه الأفضل. لما عم تسألني عن أمورها، والله صرت حظك يا لما كتغييرات، يعني سنة للحظوظ الجيدة كتغييرات، مو هالشهر اللي بعده، مو اللي بعده اللي بعده، ما بعرف، هي السنة إيجابية بالنسبة لك وفيها نوع من أنواع التغيير باتجاه الأفضل. أنا أرجح أنه عاطفي، بس الله يقدم لك فيه الخير يا رب العالمين. يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا دائما بخير. غيرت لك الإشارة اليوم. إيه، شكراً، شكراً، فضلتي.